الجزء الثاني مع كابتن محمد رضا بوبو. هنلعب معاه لعبة افتراضية، هنغمي له عينيه وهنعرض عليه ورقتين، كل ورقة فيهم هنشوف هو بيحب ايه فيها وهو احساسه بقى، وهيوريكوا كلكم هو بيختار ايه وحب ايه، وفي الاخر هنسأله الكلام ده صح يا كابتن ولا غلط بنسبة كام في المية. يلا نبدأ. تحب السهرة ولا النوم يا كابتن؟ السهرة النوم طبعا. طب شد اسحب ورقة وريها للناس. شكرا. نزل ورقة. خاربها ولا ملتزم؟ ملتزم. طب شد ورقة. تحب الساحل الطيب ولا الساحل الشرير؟ الطيب. طب شد ورقة. شكرا كابتن. شيل كده ال دي كانت اختياراتك. ده اختيارات ايه؟ اللي انت اخترتها دلوقتي. الساحل الشرير والسهر وخاربها. ولا واحدة طلعت صح. احساسي؟ احساسك كده كام في المية؟ زيرو. يعني انت طلعت خاربها بتروح الساحل الشرير وبتسهر تلاتة؟ لا 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 مفيش الكلام ده. انت عايز تدمرني؟ طبعا دي اللعبة دي افتراضية كلها هزار، واحنا كنا بنشوفه بقى ايه الاحساس عنده عامل ازاي، وزي ما انتم شفتوا الاحساس 10 على 10 يعني بصراحة. زيرو.